دائما خلال فترة الامتحانات وخصوصا هلأ سلمى، كل الأهل ممكن يكونوا عم يعيشوا بحالة توتر وقلق، وخصوصا يلي عندهم طلاب اليوم الشهادة الإعدادية والثانوية. ممكن يكون الضغط النفسي هو سيد الموقف اليوم، وممكن كتير يأثر سلبا على دراسة هدول الطلاب وسلامهم النفسي. وكيف ممكن الأهل والطلاب اليوم يتغلبوا على هي المرحلة ويمرقوها بأكثر سلاسة وبأكثر إيجابية وبعيدة عن الضغوط النفسية اليوم؟ صحيحة عفاف، دائما الضغط النفسي هو أسوأ شيء ممكن يمر فيه الطالب أو أي حدا. يعني اليوم إذا شخص مريض وفي عليه ضغط نفسي ممكن ما يقدر يستجيب للعلاج. خبراء علم النفس قالوا أنه الأسرة هي صاحبة الدور الأول والأساسي بتخفيف الضغط النفسي والقدرة على تحفيز الطالب لحتى يكون عنده إقبال على الامتحان ومعرفة فعلا حقيقة هي المرحلة الدراسية اللي هي يعني مقتصرة فقط على أداء هالامتحان لحتى أنت تحصل على مرتبة تانية إن كان بكالوريا أو تاسع. ولكن للأسف الضغط النفسي اللي عم بعيش فيه الطالب عم بيحس البعض، ويمكن شهدنا وسمعنا بعض الحالات اللي وصلت للاكتئاب، بعض الحالات اللي وصلت للانتحار، كلها بسبب الضغط النفسي. اليوم رح نحكي عن دور الأهل وكيف ممكن تمر هاي الفترة بسلام على طلابنا بجميع طبعا الشهادات، مع الأستاذة في طبعا الجامعة بعلم النفس الدكتورة رولا صيداوي. صباح الخير دكتورة، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. صباح النفسية صباح مرتاحة. صباح الخير إن شاء الله، أموركم كلها بخير دوما. لطلابنا نتمنى التوفيق بعد يومين الأحد فحصهم امتحانهم. أكيد طلاب الشهادة الثانوية أكيد، خصوصا هلأ هاي الفترة هي فترة كتير حساسة، تعتبر لإلهم فترة المراجعة والتحضير للامتحانات. يعني الأهل والطلاب بيكونوا بحالة قلق وخوف وتوتر رهيبة. يعني أنا من الموضوع هلأ توترت عن الأهل، وفي حالة كتير سلبية ممكن تكون بالبيت وتخليهم ما يعرفوا يركزوا بالدراسة وتغيب عن ذهنهم كل المعلومات. كيف نحن اليوم ممكن نتخطى هي الحالة أو نمرقها بسلاسة بحيث أنه تكون خسائر المعلومات بالنسبة لنا أقل؟ بداية هلأ هو القلق هي حالة نحن بنقول دوما تغيير بالمزاج، تغيير بالعادات السلوكية، تغيير بالطباع أحيانا نتيجة عدة أسباب. هلأ سبب من الأسباب التهويل العام بالرفاق وبالمدرسة، الأهل، المحيط، هذا بيعملوا له ضغط أنه بكالوريا وصعبة ويعني أمر مصيري، وهو حقه. يعني هو الطالب بيشعر للحظات وآخر الأيام قبل الامتحان أنه أنا هلأ ما عاد فيني، فقدت السيطرة على الأمور، فأنا ما عاد إلحق. هذا سبب من الأسباب. هلأ السبب الثاني اللي هو كتير مهم بيكون من أساس بداية، في عنده هو ما عنده ثقة بنفسه أنه أنا متمكن للدراسة من المعلومات، فهذا كمان بيعمل له ضغط فترة الامتحانات. هدول السببين كتير مهمين، نحن بدنا نحاول كأهل، كمعلمين، كموجهين تربويين، نحاول نقلل له من هذا الضغط قدر الامكان، لانه هو بده تاخذ حدا يعني الامور. طيب دكتوره رولا، خلينا نحكي عن الاساليب اللي اليوم ممكن ننصح فيها الاهل لحتى يقدروا تمر هي الفتره بسلاسه ويكونوا هن الدور الايجابي خلال فتره الامتحانات. هلا هو دور الاهل كثير كبير. هلا انا ابني بكالوريا بعد يومين، نتمنى يكون علاماته ان شاء الله، يعني موفق يا رب النجاح. فهو دور الاهل مهم كثير. هلا انا بالعكس، انا ابني انا اللي عندي حاسه انه هيك مشغول بالي، هو لا هدوء، ما عنده ستريس ابدا، تمام اموره، واثق من نفسه ان شاء الله منقول. بس في سبب مهم انه الاهل بيقارنوا، بيعملوا ضغط نفسي للطالب، بيقارنوا انه فلان جاب فلان ما جاب ما راح تلحق. هلا هو الطالب بيقدر، هلا بدنا نكون محيطين بالابناء هالفتره قدر الامكان ما نتركهم. لو هو بيقول لك انا بدرس لوحدي كطالب او كطالبه، شوفي دوما البنات تبقى يعني بتركن امورها اكثر من الشباب، يعني بتنظم امورها اكثر بحكم طبيعتها، يعني هي وهيك دوما مع والدتها، فبتكون منظمه امورها حتى وقت الدراسه. فنحن ما بدنا نعمل لهم هذا الضغط النفسي، بدنا ننظم لهم اموره، نجهز لهم طلباتهم. هلا بيتطلب كطلاب بصيروا طلبات كثير، بصير بده يتحجج وبدهم يطلعوا بدهم، فنحن بدنا نكون مو هذا الضغط عليهم، نعطيهم مساحه. يعني مو معقول كمان هو شهرين في عطله وامتحان هالشهرين ما يفتح الباب ولا يطلع ولا يشوف حدا لانه بكالوريا. يعني كمان هو انسان وله طاقه وبده صحيح. يعني هيك يعززها هالطاقه الايجابيه تماما. وممكن يكون اذا كان في تراخي زايد بالموضوع كمان ياثر سلبا، ما بدنا
كثير نتراخى بالموضوع. طبعا هي الفتره كثير حساسه وخصوصا نحن جيل التسعينات سلمى، كثير كنا نخاف وممكن ما يكونوا مثل هلا مثلا شده الاهل او شده الاساتذه الخصوصي. هلا كثير ما بقى الاهل درسوا او داروا بالهم على اولادهم او حتى سمعوا لهم تابعوا لهم، كله على المدرسين الخصوصيين. فاليوم كيف نحن ممكن نخلق تحفيز جوا او جوا ضمن العائله لحتى انه ما في قلق ما في خوف ما في توتر، بس بنفس الوقت يعني نعمل توازن ما كثير متراخيين ولا كثير شادين. تمام. هلا في نقطه مهمه هي الام والاب بيعرفوا ابنه مستواه، يعني مستواه العلمي مستواه الدراسي، هو بحاجه لانه دورات مكثفه دورات جلسات امتحانيه او ما هو بحاجه، قديش النسبه بحاجه لها. هلا مو غلط احيانا حتى الطالب المتفوق بياخذ بيستعين بالدورات والاستاذ حتى يقدر يعزز له ثقته، لانه قد ما كان متفوق احيانا قبل الماده ممكن يصاب بانه ضغط نفسي ضعف بالتحصيل الدراسي. فنحن هاي الامور بدنا نتلافاها. فانا كأم او كأب بدي اعرف شو مستوى ابني، بس انا مو اول السنه مو من اخر السنه عفوا من حتى من الحادي عشر او اذا كان صف ثامن هو من الشهاده الاعداديه، فنحن بدنا نعرف شو هالنقاط. هلا توفير الجو قدر الامكان في مشاكل بين الام والاب احيانا ما يكون قدام الطالب لانه هذا بياثر. معلش للضيوف يعني قد ما نحن من كرم السوريين دوما بس الضيوف بنخففها شوي لانه بده يلتها قولا واحدا، يعني حتى لو له غرفه لحال. واغلب هلا يعني لانه بشكل عام بيكونوا بسبب انه يعني نحن كبيوت مو هالمساحات الكبيره، فبده يكون اذا في ضيف في اولاد هذا بده ياثر عليه كثير. اذا في بحاجه لمثل ما قلنا تعزيز من قبل شخص سواء تعزيز نفسي او علمي كاستاذ خصوصي بدنا نجيب له اياه وبدنا نساعده. في نقاط كثير مهمه احيانا بيرغب يكون مثلا له رفيق، هذا رفيق فعلا نحن بنعرف انه محفز تماما وشاطر كثير يدرس هو وياه، لا مانع يعني مو نمنعه كمان نهائيا لانه ممكن انه يتلهى هو وياه اذا كان فعلا متفوق هذا الرفيق او هي الصديقه اذا كانت طالبه، لا مانع انه يدرسوا مع بعضهم. احيانا بتقول لك انا بدي اروح على مكتبه جو البيت موتر، كمان نخليهم يعني هي مو عملية انه حبس للطالب، لا هي عملية مراقبة من بعد مع تقديم قدر الامكان الامور اللي بتخليه يقدم بالشكل المطلوب، لانه هو لحاله الامتحان. ونحن عندنا بشكل عام ليش الشهادة الجامعية من جامعة دمشق والبكالوريا الى قيمتها بالدول برا؟ لانه فعلا هي الاسئلة بتجي مرتبة، يعني مع احترامي لوزارة التربية وللجميع. اكيد. طيب دكتورة رولا خلينا نحكي عن شيء كثير مهم بهي المرحلة وايضا بالعامل النفسي اللي هو الوقت. يعني في كثير عائلات بتبلش مع يعني طالب البكالوريا او طالبة البكالوريا قبل بسنه ببلشوا بحطوه بدورات، فبيضل هو مشحون مشحون مشحون، ما قدر ياخذ وقت ما قدر ياخذ راحه، بيوصل لعند الامتحان ما عاد قدران يتقبل يدرس ولا يراجع. خلينا نحكي عن تنظيم الوقت قد ايه مهم وقد ايه هو كمان نفسي ممكن يلعب دور بنجاح الطالب. الضغط النفسي احيانا بيكون العامل الكبير مو من الطالب مثل ما تفضلتوا من الاهل. انا ابني ما عنده استطاعه بالاستطاعه نفسيه يعني انه او يتلقى انه بالصيف حط له دوره صيفيه ما بده، فانا ما بدي اضغط، ممكن اجيب له ماده واحده، ممكن بيقول لي انا بدي شد بالبكالوريا بدي انه التزم بالدروس تمام، فانا ما بدي اضغط عليه من الصيف ومن الحادي عشر. وحتى في بعض الاهالي من شهر بدايه الصيف اللي مقبل على الشهاده الثانويه ممنوع الروح او الجي او اي شيء، طب هذا بيعمل له ضغط نفسي كبير. صحيح. وهذا بيعمله هلا هو عم يلبي للاهل نتيجه انه تربيته انه انا مطيع للاهل، لكن اخر شيء بيصل لمرحله انا بشوف كثير بقاعات كنت مع اولادي وقت يقدموا امتحانات بكالوريا شوف كثير طالعين طلاب، يعني انا بحسن عليهم يلي منهاره واللي صار معه انه ما عاد غابت عن الوعي واللي اخذوها اسعاف. طيب هلا هو صح الاسئله ممكن تكون صعبه بس كمان في ضغط عليها كبير. هذا الضغط مين بيتحمله؟ قد يكون المعلمين بالمدرسه، قد يكون الاهل الام او الاب، قد الرفقه، كلهم ما فينا نقول جهه واحده. بس كأم انا او كأب بدنا بالاسره اذا عندهم ضغط من
الحراره نحن نخفف عليه هون قدر الامكان. هلا اليوم او بكره بوقت الامتحان اكثر وقت بيكون له رهبه هو قبل الامتحان او لما الطالب يفيق الصبح ويقول انا هلا عندي امتحان، يمكن هي اصعب ساعه بيعيشها الطالب من القلق والخوف والتوتر، هون شو ممكن نحن نعطيه اهم نصيحه ممكن يتبعها لحتى يخفف؟ في نقطة مهمة، هلا هالسنة في تكميلي للطلاب، ممكن نحن نقول لهم انه إذا على فرض هاي المادة أنت ما طلعت فيها منيح، ما قدمت فيها منيح، في تكميلي، يعني نعطيهم الحل. هلا نحن أكيد نثق فيك ونثق بأنك أنت حتدرس حتجيب علامات، لكن نعطيهم الأمر الثاني حتى نخفف له. بعض الطلاب بيروحوا بحالة نفسية كثير صعبة وحالة مزاجية، إذا ما في حدا يقول لهم ويخفف لهم شو ممكن يعمل؟ يعني هلا ممكن إذا ما في أهل، في قريب للعيلة مقرب، في رفيق، في بنتواصل، في معلم موجه، يعني نخفف له هي الأمور إنه أنت على فرض ما جبت، في عندك تكميلي، في فروع كثيرة، أنت حلمك تفوت هذا الفرع، لكن في فروع ثانية ممكن تكون هي خير إلك للمستقبل، لأنه نحن بعدين في عنا اختيار التخصص الجامعي، هذا بين رغبة الآباء وشغف الأبناء، هذا كثير صعب. الابن بده شيء والأب والأم بدهم شيء ثاني، فهو بفوت تلبية للأهل، لكن بصراحة قد هو ما يشعر بهي المتعة اللي أنا فايت الفرع اللي أنا بحلم فيه، أو ما يؤدي دوره بشكل صحيح، فكمان هي نقطة مهمة. فنحن بنخفف عليه شوي إنه أنت إذا ما قدرت ممكن تفوت فرع يكون فعلا خير إلك، ممكن تعيده إذا، يعني طبعا نحن ما بنتمنى، لكن في بأصعب الحالات نعطيها النقاط حتى ما، لأنه هو الطالب بيخجل من أهله، بيخجل من أبوه وأمه أو من معلمينه إنه أنا بعد كل هالسنة وكل هالتعب ما جيب الشيء المطلوب اللي أنتم بتكون إياه. يعني هي عملية صارت الطالب البكالوريا للأسف أنا بشوف إنه هي أحيانا منافسة وهي بس إرضاء للأهل. طيب عذرا أستاذة، أنا ممكن سؤالي انه هذا بعيدا عن المثاليه، ممكن مو كل الطلاب اليوم عندهم اهل يفيقوا معهم الصبح ومهتمين فيهم بهي الساعه تحديدا، شو ممكن انهم يعملوا لحتى يخففوا عن هذا التوتر لحالهم بدون اي وجود داعم جنبهم؟ هلا ما فينا نقول شو بدهم يعملوا، هلا احيانا في طلاب بيتابعوا المحطات، بيتابعوا مثلا انه مع رفقاتهم، بيتابعوا على وسائل السوشيال ميديا انه كيف الدعم النفسي. يعني هي احيانا الامور اذا ما كان في داعم من الاهل او من الرفقه او من مثلا معلم، هي ما حتتسكر الامور، ممكن يكون هو عنده ثقه بنفسه اكثر من الطالب اللي عنده دعم من كل هالمحيط، قد يكون. بننصح يعني المدارس، المعلمين، الموجه اللي موجود بالمدرسه يحكي مع الطلاب، اكيد بيكون في مجموعات يعطيهم شويه دعم نفسي، يعني هي صار دور المعلم والموجه، اذا ما له اهل مهتمين فيه يعطي، خلي دور الموجه، ما في مدرسه الا فيها موجه وبيقدروا يبعثوا له. اكيد، وبالنهايه هذا مستقبله، فاكيد لازم الاهل يكونوا على درايه كامله بأنه أي كلمة، أي نصيحة، أي ضغط هو بالنهاية ممكن يأثر على مستقبله كله بقادم الأيام. النصيحة الأخيرة تحبي توجهي لنا إياها قبل ما نختم فقرتنا لليوم؟ بتمنى أول شيء طبعاً أكيد للطلاب الشهادتين التوفيق والنجاح، ونتمنى للأهل كمان أنه يعني هيك ضبط الأعصاب وضبط النفس شوي، هنا من خوفهم عليهم، انا ما بلومهم، انا ام كمان، اكيد عم تقوليها من كل قلبك، من كل تماما قولا وفعلا. فانا بتمنى احيانا انه يعني نحن بنقول للامهات للاباء انه يضبطوا نفسهم شوي، يعطون هذا الدعم، ما نقلل من قيمه الطالب، جاب علامات هذا طلع بايده، ما نقلل لهم انه انت جبت علامات بس هيك، شوف فلان، يعني ما نلومه، خلص اعمل اللي عليه، اكثر من هيك ما بيطلع بايدنا. أكيد. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله يا رب. اكيد بنتمنى التوفيق للجميع، والسلامه النفسيه اهم شيء للجميع، وان شاء الله هيك الكل بينجح وبيجيب علامات تامه. شكرا لك استاذه. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره، كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا.